احنا سريعا من الصحافة العالمية والصحافة العربية النهاردة نشوف بتقول ايه. الصحافة العربية النهاردة في منشات واللي فيها موضوعات مهمة، منها ما يجري الآن في الأستانة الخاص بالملف السوري، إلى جانب أيضا الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نبدأ بصحيفة الحياة اللندنية، عنوانها وفد المعارضة يرفض توقيع أي بيان في أستانة. ده في اليوم الثاني من محادثات أستانة. الناطق باسم وفد المعارضة يحيى العريدي أكد لصحيفة الحياة اللندنية أنه لن يوقع على إعلان صادر عن هذا الاجتماع. مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان ديمستورا قال انه اعلان البيان بات وشيكا مع امكان تمديد هذه المحادثات. ديمستورا قال ان الامر لا يتعلق بورقه عمل لكن بوقف للاعمال القتاليه، وهو امر بيرى انه بيتعلق بحياه السوريين. الناطق باسم الجيش السوري الحر وهي حركه معارضه ومستشار الوفد المشارك اسامه ابو زيدان قال ان اطراف الاجتماع في العاصمه الكازاخستانيه لم تبحث المسائل السياسيه بعد، وان الوفد بيعمل على صياغه مسوده بيان خاصه به وحده. الشرق الأوسط أيضا تتحدث في نفس الموضوع، والعنوان تهديدات وتسريبات في افتتاح أستانة. الشرق الأوسط بتقول أنه التهديدات والتسريبات هيمنت على جلسة افتتاح المفاوضات السورية في العاصمة الكازاخية أستانة أمس، ومصادر داخل المؤتمر أعلنت وكشفت عن بعض الخلافات حول أي من الجماعات اللي موجودة على طاولة المباحثات سيتم تصنيفها إرهابية أو حتى خارج هذه الطاولة، وبيقولوا أن أي الفصائل سيتم تكليفها بمحاربة هذه الجماعات اللي سيتم إعلانها إرهابية. أيضا الحديث حول إيران أنها تكون ضامن للتهدئة إلى جانب روسيا وتركيا، وهو ما يعارضه الجانب المعارض في سوريا أو الفصائل المعارضة في سوريا. من الشرق الأوسط نذهب للبيان الإماراتية، وما زلنا مع ما يخص سوريا. بيقولوا مصادر لصحيفة البيان أن موسكو تسعى لتأسيس مجلس عسكري. البيان بتقول علمت من مصادر مطلعة أنه كواليس اجتماع الأستانة بين المعارضة السورية والنظام أكدت أن روسيا بتسعى لتشكيل ما يسمى بمجلس عسكري مشترك بين النظام السوري والمعارضة لقيادة المرحلة الانتقالية وإحكام السيطرة الأمنية على البلاد بدعم روسي. المصادر نفسها بتقول فكرة المجلس العسكري ده كان في قبول ليها داخل الفصائل المسلحة المعارضة السورية، وتحديدا بعد تدخل تركيا لإقناعها بجدوى الفكرة دي للخروج من مأزق تطبيق جنيف واحد. لكن أيضا هذه المصادر تؤكد أن إيران كانت من ضمن الأطراف المعترضة على هذه الفكرة من أساسها. البيان الإماراتية ليها كاريكاتير عن الأوضاع في سوريا وما يجري الآن في الأستانة. الكاريكاتير نشوفه مع بعض، وهو بيوصف شكل المعارضة السورية وهي مقبلة على الأستانة وداخلة بتعمل هذه المباحثات، إن هي وكأنها على كرسي بعجل وإنها ليس لديها أي قوة ولا مساعدة وفقا للبيان الإماراتية وراسم الكاريكاتير عامر الزعيبي. من موقع 24 الإماراتي وأيضا ما يخص سوريا، ولكن رد فعل تركيا. تركيا بتقول لن نسلم بلدة الباب للنظام السوري. نائب رئيس الوزراء التركي قال النهاردة أنه المزاعم اللي اتقالت أنه تركيا ستقوم بتسليم بلدة الباب السورية لقوات النظام بعد طرد المقاتلي الخاصين بتنظيم داعش منها، قال أن دي بينفيها وأنها ليست حقيقة. وبيقول التحالف اللي بتقوده الولايات المتحدة لم يقدم دعما كافيا للعملية التركية للسيطرة على بلدة الباب من الأصل. القوات المعارضة السورية معروفة أنها مدعومة بقوات خاصة ودبابات وطائرات حربية، هي مسيطرة على بلدة الباب منذ شهر ديسمبر الماضي مدعومة من تركيا. من هذا الموضوع وسوريا نذهب إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكالة صفا الفلسطينية بتقول الاحتلال يزرع كاميرات سرية ببيوت محررين بالضفة. التفاصيل بتقول ان في عدد من المحررين الفلسطينيين اكتشفوا بالصدفة انه، ومنهم تحديدا شقيقين اسمهم طارق واكرم جبريل، اكتشفوا انه في نوع من انواع الابتزاز الاسرائيلي، وتحديدا الحديث عن عدد من الكاميرات هم وصفوها انها كاميرات غاية في الصغر والدقة تم زرعها عن طريق جنود الاحتلال الاسرائيلي على المداخل الخاصة بمنازلهم في بلدة تحديدا في الجنوب الشرقي لمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
الكاميرات دي هما بيشرحوا شكلها، بيقولوا كانت بتحوي شريحة إلكترونية وجرى تثبيتها خلصة بعد ما دخل الجنود الاحتلال لهذه المنازل ومنازل أخرى أيضا تحدثوا عنها، واحتجزوا كل أفراد الأسرة في غرفة صغيرة منعوهم أنهم يتحركوا. عدد من الخبراء في هذا المجال بيأكدوا أنه الاحتلال قد يلجأ في أحيان أخرى للحصول على صور خاصة بالعائلات من خلال هذه الكاميرات لابتزازهم بها لأغراض أمنية مختلفة. وبيقولوا كمان أنه هناك عدد من المحاولات بعض الأوقات لتنفيذ عمليات تجريب وتدريب على مخططات مختلفة بيستخدموا فيها هذه الكاميرات، وعشان يعرفوا أيضا خطط وتحركات الناشطين وكل من يتحرك داخل الضفة الغربية، وتحديدا كل من كان موقوف من قبل. الحقيقة فيما يخص أيضا الملف الفلسطيني، هناك مقال في صحيفة عكاظ السعودية، المقال للكاتب عبد اللطيف الدويحي، عنوان المقال بيقول في وعد ترامب ووعد بلفور. الحديث والربط بين الموضوعين له علاقة بوعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقت حملته الانتخابية، اللي قال فيها أنه هيقوم بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة. والتصريح ده تحديدا أثار جدل كبير جدا داخل كل دول المنطقة وتحديدا الدول العربية، وأيضا السلطة الفلسطينية اللي أعلنت بشكل واضح من على لسان رئيس السلطة الفلسطينية أنه لابد أنه يكون الرئيس الأمريكي مدرك جيدا أنه إذا ما تم نقل هذه السفارة أنه ده سيكون له عواقب على المنطقة كلها، وأنه هدد أيضا رئيس السلطة الفلسطينية أنه ربما نصل إلى حد سحب اعترافنا بإسرائيل من المنظمات الدولية ومن الأمم المتحدة إذا أجرى هذا الإجراء الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي ومتحدث باسم البيت الأبيض كان أعلن أنه سيتم تأجيل هذه المسألة. المقال بتاع عبد اللطيف الدويحي في عكاظ بيتحدث ويقارن بين هذا الوعد الخاص بنقل السفارة وبين وعد بلفور اللي أسس أصلا للكيان الإسرائيلي. صحيفة عكاظ بتقول تحديدا على لسان الكاتب: لا أذكر حملة انتخابية أمريكية خلال السنوات العشرين الماضية لم تكن منطقة الشرق الأوسط هي أبرز محاورها ومحاور سياستها الخارجية. وبيقول: لا أذكر مرشحا جمهوريا أو ديمقراطيا خلال العشرين عام الماضية لم تكن هي الحامية لإسرائيل ومدافعة عن مصالحها، ودول كانوا أبرز محاور سياستها الخارجية. بيضيف أيضا بيقول أنه بيصف أوباما بخلفيته الحقوقية القانونية وعلاقاته الفلسطينية التاريخية وأيضا خلفيته الإفريقية المسلمة، وبيقول على الرغم من كل ده الكاتب يؤكد أنه أوباما قدم للكيان الصهيوني أكبر دعم مالي في تاريخ العلاقة بين أمريكا والكيان الصهيوني. وبيتساءل الكاتب بيقول: يحق لنا أن نسأل القانون الدولي أو القانون في كل من الولايات المتحدة وفي الكيان الإسرائيلي، من يدير من؟ أمريكا وإسرائيل؟ بيسأل أيضا تساؤل آخر بيختم بيه ويقول: ربما يكون السؤال الصحيح هو من يملك من؟ إسرائيل وأمريكا. يقصد أنه هل أمريكا تملك إسرائيل أم إسرائيل تملك الولايات المتحدة، ومن يدير من؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية هي من تدير الأوضاع داخل الدولة الإسرائيلية أم العكس بالعكس صحيح؟ أخيرا والخبر الأخير في جولتنا النهاردة من وكالة وفا الفلسطينية أيضا، ولكن خبر يعني مبهج، خبر فني. الرئيس الفلسطيني يمنح الفنان العربي هاني شاكر وسام الثقافة والعلوم والفنون. التفاصيل بتقول أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس منح الفنان العربي هاني شاكر، فنان مصري، وسام الثقافة والعلوم والفنون، وده تقديرا لمسيرته الثقافية والفنية اللي أسماها البيان الملتزمة في خدمة الثقافة العربية وفي القلب منها فلسطين. البيان أيضا يستكمل الحديث عن الفنان المصري هاني شاكر، بيقول أنه حصل على هذا الوسام مستحقا للقب أمير الغناء العربي. الفنان المصري هاني شاكر وجه أيضا بدوره شكر للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على ما أسماها اللفتة الكريمة والكبيرة، وتمنى لسيادته الصحة والسلامة، وتمنى أيضا للشعب الفلسطيني أنه يتم تحقيق أمانيه بالحرية والاستقلال.
ده كان الخبر الأخير اللي احنا اخترناه الحقيقة من وكالة وفا الفلسطينية، تأكيدا على فكرة انه زي ما قلنا مرة واثنين وثلاثة، الثقافة هي الجامعة بين الشعوب بشكل عام، وما يخص الوطن العربي تحديدا الثقافة والهوية هي الأساس. القوى الناعمة لمصر هي الأساس. ربما من وقت الآخر بتأخذنا أخبار السياسة، ربما من وقت الآخر بنلاقي ملفات كثيرة، وخاصة مع ما يجري حولنا في سوريا في اليمن وفي العراق وفي كل وفي ليبيا أيضا، اللي بنوعد حضراتكم إن شاء الله ليبيا هيكون في ملف خاص بيها في الحلقات القادمة، وتغطية ما يجري في ليبيا، وإن كان الصحف العالمية ووكالات الأنباء ليست يعني لا تضع ليبيا في الموضع المفترض يتم وضعه فيه، ولا تلقي الضوء على ما يجري داخل ليبيا على خطورته.